استشفائيه. السياحه الاستشفائيه اللي هو مجال الحقيقه نجمو نحكيو عليه برشا، نجمو نتعمقوا فيه، نجمو نشوفوا اهم وابرز المفاهيم للسياحه الاستشفائيه بتونس. ودايوغ ضيفتنا عبر الهاتف مدام كوثر المدب، خلينا نرحبوا بها تودابور وبعد نبداو على نحكيو على النقاش. مرحبا مدام. يعيشك وبيك، ربي يفضلك، ربي يخليك. شكرا لك على تلبية الدعوة الهاتفية، وشكرا لك على التواصل معنا. نحكيه أيضا على الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي للسياحة العلاجية والاستشفائية اللي هو من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بتونس. بالنسبة للدورة الثانية هذه للمؤتمر الإفريقي، شنو باش يكون فيها مدام أهم ما يجوب في هذه الدورة؟ أهم حاجة هي إن شاء الله نقطة العودة لانتعاشة السياحة العلاجية والطبية والاستشفائية بعد موجة الكوفيد اللي يعانينا منها، خاصة أن السياحة ككل أكثر قطاع تمس بالموجة هذه. دورة هذه إن شاء الله باش تشمل ثلاثة نقاط. أول حاجة هي معناتها مؤتمر معناتها علمي في تحت إشراف وزارة الصحة وزارة السياحة بشراكة الجامعات المهنية للصحة، للمساحات الخاصة، للجامعة المهنية مشاركة السياحة التونسية. نعم. الكل باش إن شاء الله في المؤتمر هذايا باش ندرجوا ثمانية محاور. المحور الأول هو باش نقدموا فيه الاستراتيجية وزارة الصحة وزارة السياحة لتسويق ولدعم السياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية. باش نحكي على أهم نجاحات الطبية والاستشفائية وصناعة الأدوية في تونس. هناك مشاركة أكثر من 12 بلد إفريقي جايين لنا باش نتبادلوا معهم الاستثمارات، الكفاءات في كل المجالات. كيف نحكيه على الجودة ومعايير العالمية في المجالات الاثنين، الاستشفائية المعالجة مياه البحر والعلاجية. كيف اللي تونس كانت رائدة فيهم وكانت قدمت هي المشاريع هذه على نطاق الأيزو، وكانوا قاعد معناتها إصدارهم الأولى في اللي خاصة بمياه البحر في ديسمبر 2020، والثانية في الأولى صبحني الخاصة بمياه البحر في مارس 2015، والثانية هي تخص السياحة العلاجية في ديسمبر 2020. كيف تحكيه على الأمن اللي في الصحة بالنسبة اللي يجيب يعالج في تونس في كامل سلسلة المراحل هذه، باش نحكيو على التأشيرة، على تسهيل السفر للسائح العلاجي. نعم. هنا فما تداخل معناتها وزارة الخارجية وزارة الداخلية، يعني باش نشوفوا فما اندماج وتضافر جهود كل المتداخلين في القطاع العام والخاص تشارك ما بيناتهم لإنجاع وانتعاشة السياحة هذه اللي هي ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي، حيث تمثل وحدها معناتها 4.4% من الناتج الخام التونسي. وهذا ما يخص السياحة العلاجية والاستشفائية، أما كان نحكي عن السياحة ككل، تعرف اللي وصلت أكثر من 14% من الناتج الخام. نعم، مدام كوثر تقريبا كنت تحكينا على أهم الأهداف من هذا المؤتمر الإفريقي للسياحة العلاجية. نذكر باش يكون أيام 25 26 27 نوفمبر الجاري بجامرت، وذلك تحت إشراف العديد من الوزارات، منها وزارة الصحة والسياحة والصناعات التقليدية، وقبل شوية كنت تحكي أيضا على وزارة الخارجية. نحكي وزاد على 20 دولة عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية موجودين في المؤتمر هذا. اليوم ما يخفش علينا كما قلت أنت، اليوم
اليوم السياحة ككل وخاصة السياحة الاستشفائية والعلاجية عندها مدخول للناتج الخام بالنسبة للدولة التونسية، هذا لا شك فيه. هذاك علاش اليوم لازمنا نسلطوا الضوء ونحكيوا على الدوسي هذا ونحطوا قدام الطاولة باش يكون من أولويات الاقتصاد اليوم بالنسبة لتونس. ولكن إذا نمشيوا للمحور آخر بالنسبة للسياحة الاستشفائية اليوم، ما هي التحديات اللي أو الصعوبات اللي أنتم تواجهوها اليوم كأخصائيين في المجال؟ فهمنا اليوم كل المؤتمر عنده قيمة كبيرة من أجل تبادل الخبرات لي زيكسبرتيز اللي باش تكون وليشانج اللي باش يكون موجود بينكم وبين أعضاء أخرين في المؤتمر هذايا، وفي نفس الوقت أنكم تحلوا السوق والمجال هذا لدول أخرى أكيد ما عندناش شك فيه. ولكن أنتم اليوم كمنظومة كهيئة كسياحة استشفائية وعلاجية، ما هي أهم وأبرز التحديات اللي تواجهكم أو لي زوبستاكل أونتر غيومي؟ الأوبستاكل هو كيفاش نجمو نجيبو السائح العلاجي أول حاجة بطريقة سهلة. عندنا خاصة مع البلدان الإفريقية معناتها لي بو أيغيان ماهمش معناتها متوفرين ككثرة، عندنا برشا احنا معناتها سائحين يجيو عن طريق معناتها تركيا ولا عن طريق المغرب، وهذا معناتها أوبستاكل كبير بالنسبة لينا. ماذا بينا معناتها نركزوا أكثر على أفريقيا اللي هي فيها راو أكثر من 15 مليون سائح يحب يجي للعلاج والاستشفاء في تونس. كي نقولوا مدام أفريقيا، شكون نحكيه في أفريقيا مثلا؟ شو ما الدول اللي هما بالنسبة لكم اليوم ديسيبل؟ عندنا السنغال، عندنا النيجر، عندنا مالي، كوت ديفوار، موريتانيا، معناتها اكثر من 15 بلد افريقي معناتها طالبين باش يجيو، وكيف كيف طالبين الاستثمار كيف عندهم معناتها هو تبادل ثنائي. نعم. احنا هي تعطينا نسهل ساعة يجيو خاطر هما عندهم ثقة في الكفاءات التونسية في لي باتو تكنيك معناتها دون تو لي زاكس معناتها السيونتيفيك، راهو يجيو للأمراض الكل، للجراحة، للسرطان، للأسنان، للعيون، للقلب. نعم. للاستشفاء بمياه البحر، للاستشفاء بالمياه الحارة. معناتها عندنا راهو زخر كبير من الكفاءات اللي هما اي يحبوا يجيو يتمتعوا بهم. احنا عندنا مشكلة كيف التأشيرة. التأشيرة راهو مش كيما التأشيرة عادية كيما التأشيرة العلاج، فما حالات استعجالية تستوجب معناتها ايفاكواسيون سانيتير في اقرب فرصة. معناتها هنا علاش مهم برشا معناتها تدخل وزارة الخارجية وزارة الداخلية في الحدود والاجانب لتسهيل هل المهمة دي. نقطة ثالثة هي لاسيغونس مالادي، معناتها باش تكون عندهم معناتها فما خاصة فما كريديبيليتي نوتوريتي معناتها باش يجيو لتونس يلزم يكون معناتها مصحين مع لاسيغونس انشال انترناسيونال. كيف كيف لاكريديتاسيون و سيرتيفيكاسيون دو نوز يونيتي اللي هي حاجه مهمه احنا نشجعوا عليها، راهو هذاك تاع لابيل احنا لازم نخدموا على الكاليتي وعلى معناتها كيفيه توفير الثقه والمعايير الجوده في كل المجالات نتاعنا والتسهيل هذايا. راهو احنا تونس غنيه برشا بالكفاءات هذايا لازم نستغلوها. احنا وصلنا معناتها صدرنا الكفاءات هذايا للمغرب وتركيا ووصلوا معناتها فاتونا في حاجات احنا معناتها اولى بها كنا معناتها احنا قمنا بالبادره هذايا ونجحنا فيها ووصلنا. نحكي لك مثلا ناخذ الاستشفاء من البحر، هي تونس في المرتبه الثانيه عالميا بعد فرنسا، هذايا دخل للوطن ودخل لتونس معناتها لازم نستحفظوا عليه. ابسوليومون. على هكا لازم نعاودوا نخدموا مع بعضنا يد واحده، انا ندي بالسوليداريتي والوطنيه باش نخدموا مع بعضنا ما بين العام والخاص باش القاطره هذه نقدموا بها القدام. طيب مدام كوثر، اليوم كي نحكيو ايضا على الصعوبات والعراقيل الموجوده، نحكيو ايضا اليوم بما انه نتكلموا على السياحه العلاجيه والاستشفائيه، باش يكون اكيد معكم منسقين من وزاره الصحه بالاساس خاطر يهمهم الامر. نحكيو زاد على مخابر، نحكيو على ادويه، هذوما الكل باش يكونوا موجودين معاكم اليوم في المؤتمر هذا؟ موجودين. كي نحكي ان راهو تصدير الخدمات الصحيه، نحكي على ثلاث حاجات: السياحه الطبيه، السياحه الاستشفائيه، وتصدير الادويه. واحنا غنيين بالمشاركه، باش يكونوا معنا موجودين ممثلين من وزاره الصحه في مهم تصدير الادويه.
جيد، آخر سؤال ليك مدام كوثر، اليوم ما شنو أبرز لي سيت اللي عندنا موجودين في تونس بالنسبة للسياحة العلاجية أو الطبيعية أو الاستشفائية؟ اهم احنا عندنا اكثر من عندنا 60 مركز استشفائي مياه البحر موجودين على طول الليتورال، معناتها على جربة، على مستير، على سوسة، على الحمامات، وعلى جمرت في تونس، وعلى تبرقة. معناتها كامل الليتورال في تونس فيه من احسن وارقى المراكز الاستشفائية في العالم، وفيهم معدات اكثر طراز. فهمت كيف في احنا تو قاعدين نخدموا مع الديوان الوطني للاستشفاء بالمياه الوانتعاش من وزارة الصحة، على معناتها تشجيع الاستشفاء مياه الحارة، اللي احنا ما شاء الله عندنا معناتها عيون حارة في طبيعي صح. خاصة في الطبيعية في المناطق الداخلية، صح. ولهنا نشجعوا على الاستثمارات فيها، وتكون فيها شراكة ما بين البريفي والليتاتيك البي بي بي، اللي هو مهم برشا معناتها. وراهو عندنا سيرتو في الاوروب، في الاوروب ان باسكي لي سينيور، معناتها الاعمار نتاعهم متقدمه في السن، نعم معناتها بالنسبه لهم تونس ان بوتونسييل باش يجيو يعالجوا بالمياه الحاره في تونس، خاصه اللي هما ياخذوهم اون شارج لاسيونس مالادي نتاعهم كما نقولوا احنا absolument كرام نتاعنا في تونس. نعم بالضبط، دونك عندنا ان غون بوتونسييل ان اللي شاء الله نجموا نجموا احنا نستغلوه. نخدموا عليه. absolument ان شاء الله نجموا نستغلوه. شكرا ليك مدام كوثر المدب، يعيشك، ونتمنى لكم زاده ايضا التوفيق في الدوره الثانيه شكرا، للمؤتمر الافريقي للسياحه العلاجيه اللي باش تكون ايام 25 26 27 نوفمبر الجاري بجمار تونس. شكرا ليك مدام، وان شاء الله التوفيق للدوره هذه، وان شاء الله نرجع بالنظر الى اهم الوزارات المعنيه اللي كنت تحكي عليهم قبيله شويه، من ابرزهم وزاره الصحه السياحه والصناعات التقليديه، وايضا وزاره الخارجيه والداخليه. شكرا ليك مدام، يعطيك الصحه، مازلنا معاكم.